تعالوا تصوروا لا نحن سكنة حي البريد في مركز مدينة الموصل نعاني من مشكلة أقوض مضاجع أهل الحي بشكل متواصل، حيث توجد دائرة الرعاية الاجتماعية يؤمها يوميا مئات المراجعين ومئات السيارات الخاصة والإجراء، مما أحدث إزعاجا لعوائلنا ولا نتمكن حتى من الخروج أحيانا من البيوت وإخراج سياراتنا من شدة الازدحام. فحبذا لو يصار إلى إيجاد سبل ووسائل أخرى للتخفيف من حدة هذا الزخم، وتقوم بذلك مديرية الرعاية الاجتماعية نفسها، وحتى تخفف الضغط عن المراجعين أيضا الذين يعانون من شدة الازدحام. وكل ما نتمنى أن يسمع هذا الصوت ويوجدون حلا للمشكلة التي نعانيها كل يوم. والله هاي المنطقة هي منطقة حي البريد، أنا عاني من السيارات والمراجعين، أصير مشاكل كثيرة مع الناس، تجي السيارات تقف باب جراجات البيوت، وصارت مشاكل وبين مع الناس وما يفيدنا. حتى هسه صارت جراج مع سيارات التاكسي، قامت تفوت سيارات التاكسي وتقف لا على التعيين، يجي يقف لك باب الحوش تطلع علينا، لا موظف يتقي يطلع، لا حالة طارئة، لا مريض، هذا تحكي معانه ما يفيد. مرات صارت يعني كون وإشكالات مشاجرات مع الناس. هسه احنا سياراتنا، انا سيارتي اطلعها بالستة الصبح حتى لا انحصر، حتى اضمن باب سيارتي طالعه، يعني قلنا لهم يابا اكو حالات خاصه، اكو موظف يطلع، اكو مريض، حاله طارئه. يعني انا هسه واحد من اولادي يبيت السياره ما تبغى، والله انا اشهد ان المحافظ وناشد وزير العمل والشؤون الاجتماعيه والمرور يلقوننا شارة هذه، اما يحولوها يعني منطقه اخرى بذاك يعني بالجانب الايمن، يعني يخففوا من الزخم اللي عايصيب المنطقه. ما يعني ما يصير احنا نعاني من مساله دائره الرعايه الاجتماعيه والزخم الحاصل على من سبب المراجعين على دائره الرعايه، وهي عمليه مستمره يوميا طبعا، واليوم الزخم يعتبر خفيف باقي الايام. فاحنا كموظفين عنده مريض حقيقه معاناه في سبيل الخروج من المنطقه فقط، فنحاول يعني اذا امكن مثلا يتدخلون دائره المرور، الرعايه الاجتماعيه، جهات اخرى بالمحافظه في سبيل انه يلقون حل هذه المنطقه، لانه الصراحه صارت منطقه سكنيه جدا متعبه. المفروض يقف في ساحه، المفروض مثلا قسم السيارات الاجره ما تدخل المنطقه، اذا امكن مثلا سياره الاجره الساكتر اذا تطلع لي قدام راح اشوف سيارات الاجره واقفه لي قدام، فاذا مثلا ممكن انه هذول ما يدخلون هخفف جزء من الزخم يعني اذا امكن. اخي انا مرات اطلع على الدوام ماكو السياره واقفه قدام البيت، يوميا احنا اشكالات مع المراجعين.